انتصار مستحق اذا لاسود الاطلس. مشاهدينا متابعينا معنا الفنان اسامه. اسامه مبروك علينا. مبروك مبروك اخويا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيفاش جاك المنتخب اليوم قدام تنقول لهم شوف اسبوع احنا والله تسبوعه لعبنا مزيان نستاهلوا كنا نستاهلوا نربحوا بكثر وكيل الحمد لله ثلاثة نقاط دابا عندنا ستة وان شاء الله غادي ندوزوا بتسعة نقاط. مبروك علينا انتصار مستحق. كيفاش شفت المنتخب اليوم؟ الحمد لله الحمد لله على انتصار الحمد لله على التأهيل الحمد لله اللي دزنا الحمد لله. الحمد لله كاملين فرحانين وديما اسبوع ان شاء الله. كنشجعوا المنتخب و سيتي اكسلون.